السلام عليكم ورحمة الله، ازيك يا شباب؟ إن شاء الله هنبدأ النهاردة مراجعة وحل على الوحدة الأولى، منهج أولى ثانوي. فيلا بينا مع بعض كده نشوف حتى القواعد بتاعة الوحدة الأولى. طبعا في ناس بتراجع على طول أو بتحل على طول، فاحنا هنبدأ مع بعض ونشوف كده نراجع عشان لو حد فينا كان ناسي ولا حاجة القواعد. طبعا القواعد احنا كنا واخدينها قبل كده، اللي هو الباست سيمبل والباست كونتينوس تنس. فاحنا هنشوف الاول الباست سيمبل تنس. طبعا بالنسبه للكلمات وحروف الجر والحاجات ديت حاجات سهله بالنسبه لك، يعني يا دوب انت بس هتقراها تراجع عليها الحاجات اللي انت ناسيها، هتحاول انك انت تركز عليها تاني، والحاجات اللي انت عارفها اكثريه الكلمات الى حد ما يعني هتلاقيها سهله ما فيهاش اي مشكله. طبعا احنا عارفين يا شباب ان الباست سيمبل بيتكون من الفيرب في دي او اي دي او اي اي دي، او يكون الفعل زي ما انتم شايفين كده شاز. طبعا الاولاني ده بيبقى سهل جدا، التاني بيبقى لازم طبعا الحفظ بتاع الفيرب، وده طبعا احنا واخدينه من ابتدائي واعدادي. الفيرب بتاع الباست سيمبل اما احب فيها يا شباب بنحط كلمه ديدنت ويصبح الفعل في الانفينيتيف زي ما انت شايف. طبعا لما نحب نحط كلمه نيفر هيظل الفيرب هنا ما فيش اي حاجه لانه عامل بالظبط زي ديدنت، لكن اللي هيحصل هنا ان الفيرب بدل ما هو في المصدر هيتحط في زمن الباست، زي ما كان بيحصل يا شباب في زمن البريزنت سيمبل. لما كنا بنلاقي نيفر هنا كنا بنلاقي الفيرب هنا في اس عادي، نيفر تساوي هناك دازنت، لكن الاس بتظل موجوده في دازنت، الاس بتشال. نفس الكلام هنا يا شباب، الديدنت بيرجع الفعل للاصل بتاعه، ونيفر هنا بتظل الفيرب او بيظل الفيرب في زمن الباست سيمبل، وبرضه بتكون الجمله منفيه. طبعا الاستفهام بالنسبه لنا احنا عندنا نوعين من الاسئله زي ما انت شايف، اداه استفهام فيرب اوكسيلري فيرب الفاعل ثم الفيرب في الانفينيتيف، لكن عندي في النوع الثاني اللي هو يبدا باوكسيلري فيرب ثم الفاعل بتاعي ثم الفعل في المصدر. اما اجي من الجمله المجهوله يا شباب، اول حاجه قلنا بنبدا بالمفعول ثم ووز اوير والتصريف الثالث للفعل، وهتلاقي هنا في الجمله كلمه بتعبر عن زمن الباست سيمبل. برضه اهوت نبدا بالمفعول، المفعول هنا جمع احط وير ثم التصريف الثالث للفعل واكمل الجمله بتاعتي. طبعا الكلام ده كله حاجات احنا واخدينها قبل كده، بس احنا قلنا بس كده وانا قلت يبقى مراجعه على على السريع كده، بحيث الناس لو حد ناسي ولا حاجه او ما حدش كان موجود معانا قبل كده يبدا يركز ويشوف المراجعه بتاعتنا ويحاول ان هو يستفاد او يفتكر معانا تاني. طيب الباص سيمبل بيستخدموا في ايه يا شباب؟ حاجه حدثت في الماضي خلاص واستغرقت وقت وانتهت. الكلام دايما هنا الكلمات حتى قدامك اهيت، لي يسترداي واجو، ان ذا باست، لاست ويك، لاست مانث، لاست يير، وانس ابون ا تايم، ان انشنت تايمز، فروم من سنه كذا سنه كذا، وان وسنه قديمه زي ما انت شايف. لويس باستير دايد، مات سنه 1895. هي وركد، وخلي بالك من الحته دي يا شباب انا شرحتها قبل كده في فيديو قديم، ان كلمه فور هنا ممكن استخدمها عن المضارع التام والماضي البسيط، بس هنا الفرق يا شباب في الباص سيمبل ان هو لم يعد يشتغل في البنك، لكن هناك كان شغال وما زال شغال في البريزنت بيرفكت تنس. طبعا الماضي البسيط يا شباب ممكن استخدمه في سرد احداث وقعت وانتهت في الماضي، يعني مثلا امبارح حصل كذا وكذا وكذا، كله في زمن الباست. اي وينت اوت، وبعدين وينت تو ذا سينما، اند اوردرد. وعاده كلمه اند يا شباب بتعطف الاولاني او الثاني على الاولاني، يعني بيبقى زي الايه الاولاني، لو باست سيمبل يبقى الثانيه برضو باست سيمبل. طيب استخدم الماضي البسيط في ايه يا شباب؟ احداث متكرره وعادات كانت تحدث في الماضي، والحته دي مهمه قوي يا شباب في بعض الجمل، والكلام ده برضو قلناه هناك. هتلاقي كلمه اولوز اللي هي موجوده في البريزنت سيمبل ولكنها بتعبر عن زمن الباست، يبقى هنا هي اولويز توك ذا اندر جراوند، دايما متعوده في زمن الباست انها بتاخد الاندر جراوند تو وير، بط ناو، ولكن الان في الوقت الحاضر شي هاز ا كار ذا بريزنت سيمبل يا شباب، وديت عامله زي قاعده يوزد تو، فيها هنا باست سيمبل لكن اليمه الثانيه فيها بريزنت سيمبل، والحته دي مهمه جدا. نفس الكلام هنا يا شباب لو بصيت هنا كده، وين اي ووز اون هوليداي، لما كنت في اجازه، يبقى الكلام اليمه الثانيه يا شباب في زمن الباست، حتى لو في كلمه افري داي او كلمه من ضمن كلمات المضارع البسيط، يبقى هنا باست عشان هنا في الجمله الاولانيه فيها باست. طبعا الكلام ده كله تاني عشان ما اكررش كتير موجود عندك على القناه بالنسبه لسنه اولى ثانوي، لو دخلت هتلاقي كل الفيديوهات بتاعتك موجوده في قوائم التشغيل
فيها زمن الباست سيمبل والباست كونتينوس والبريزنت بيرفكت، كل الازمنه موجوده عندك بشرح مفصل في فيديوهات خاصه بيها. طبعا قاعده يوز تو يا شباب احنا شرحناها برضه قبل كده، بيجي وراها الفعل في الانفينيتيف، واما بحب فيها يا شباب بقول didn't use to، هو طبعا هنا مش كاتبها didn't use to بلس زائد الفيرب في المصدر اللي هو الانفينيتيف. ماشي يا شباب. وين هي ووز اهوت يا شباب، a school boy he took في زمن الباست. وين هي ووز a school boy, boy he used to take، هي يا شباب قاعده يوز تو يجرى فعل في الانفينيتيف. طبعا اما اجي اعمل عليها سؤال يا شباب، سؤال عادي خالص، وين ديد يو يوز تو الفعل في المصدر، او ديد يو يوز تو الفعل في الانفينيتيف. طبعا بيقول لك انا يمكن استخدام الاسلوب الاتي للتعبير عن نفس الفكره عاده في الماضي، اللي هي باستخدام ووز او وير يوز تو فيرب زد اي ان جي، انا كنت متعود اعمل كذا في زمن الباست، وتساوي كلمه برضو جوت يوز تو. احنا كنا قايلين الكلام ده قبل كده يا شباب، ان كلمه جيت هنا بتساوي ام از ار ووز وير طبعا في الباست هنا يعني، ويجي معاها فيرب زد اي ان جي، لكن قاعده يوز تو لوحدها بيجي وراها فعل في الانفينيتيف. ماشي. نيجي تاني كده نبص مع بعض، when I was on holiday الكلام هنا في زمن الماضي in Alexandria I was used to verbs in a in g to the beach in early in the early morning. برضو جايب لي كلمة was in the habit of، كلمة in the habit of يا شباب اللي هي يعني كان من عادتي يعني كنت معتاد أن، هي الأسلوب واحد بس هو يعني إيه، في بعض الكتب بتحب تزود شوية حاجات كده يعني ايه مختلفة عن كل كتاب، او كل كتاب مختلف عن التاني عشان يميز يعني الكتاب ده. فهنا كلمة in the habit of يعني كان من عادتي، برضو كلمة habit يعني عادة. فهنا بيقول لك اهوت when I was young I was in the habit of، وبحط verb the ing جي، كان من عادتي staying up so late ان انا اسهر متأخر. طبعا الحالة الشرطية التانية دي معروفة يا شباب، if ماضي بسيط يديني لما التانية وضو الفعل في المصدر او كدو الفعل في المصدر وهكذا. الماضي البسيط بيستخدم كالتالي للتعبير عن أمنية أو رغبة، طبعا it's time أو I wish ده بيجي معاها ماضي بسيط يا شباب، I wish I وحط هنا ماضي بسيط I wish I were thinner. it's high about time you went to bed، يعني ممكن أقول it's high time أو it's about time وأكمل الكلام بتاعي زي ما انت شايف هنا كده. ده اكسبريشنز كلها، اللي عايز يعرفها يعرفها، مش عايز يعرفها خلاص. هو اكثريه الحاجات ديت يعني لحد ما بتبقى زيادات للطلبه الفائقين. طبعا احنا خدنا الكلام ده يا شباب، كنا واخدين كلمه وود راذر بيجي وراها الفعل في المصدر، لكن هنا ولو لاحظتوا والكلام ده برضه قايلينه في فيديوهات قبل كده، ان كلمه وود راذر لما يجي معاها هنا فاعل، خليك مع المؤشر بتاعه اهوت، يبقى هنا بص سيمبل يا اما بص سيمبل منفي. هنا بيقول لك ممكن بعد would sooner او would rather للتعبير عن تفضيل شيء في المضارع اذا كان هناك فاعلين. فهنا بقى طبعا فاعل قبل كذا وفاعل اخر، فبنستخدم past simple. يعني ما اقول يا شباب زي ما قلت لكم من شويه، I'd rather فعل في المصدر، ده اكسبريشن كده معروف من ثالثه اعدادي، لكن I'd rather you فعل في الايه؟ في الماضي. بص حتى اهو قايلها لك اهو، لو الشخص بيتكلم عن نفسه I'd rather stay، لكن I'd rather you stayed. ماشي يا شباب. طبعا هي would sooner برضه. الكلام ده كله على فكره بتاع اعدادي، واحنا قايلينه برضه قبل كده في الفيديوهات. يمكن استخدام الماضي البسيط ليعبر عن مده بدات وانتهت في زمن الماضي، احنا لسه قايلينها في قلب الكلمات من سنه كذا سنه كذا، فباخد باست ايه؟ سمبل. علي lived for five years in Cairo. علي عاش، وقلنا كلمه فور برضه بقيمه شويه، هنا لم يعد موجود، بصوا حتى now he lives in طنطا. دلوقتي هو بيعيش في ايه؟ في طنطا. طبعا هو هنا ده بيسموه يا شباب اسلوب تاكيد، اي ديد فيزيت اللي هي اي فيزيتد يعني هيم، بيليف مي صدقني، هنا بيسموها تاكيد على الفيرب، فبحط ديد والفعل في المصدر، هي كلمه ايه؟ فيزيتد. طيب نشوف كده مع بعض الباست كونتينوس، الماضي المستمر. ووز اوير فيربز ان جي، طبعا يعني حاجات كلها تافهه واحنا واخدينها قبل كده، طبعا مش لازم بقى اقرا كل الحاجات ديت، بس احنا بنراجع مع بعض كده. يبقى في طبعا وزن تاورنت فيربز اد ان ايه؟ ان جي.
اما بحب اعمل استفهام سهله جدا طبعا يا شباب، عامل زي المضارع المستمر، ببدا ووز اوير ثم الفاعل بتاعي. طبعا احنا عارفين الووز بتيجي مع الاي الهي الشي الات، الوير مع اليو والوي والزي، ثم الفيرب زي الاي ان ايه ان جي. ادي قاعده هوينا اهي اللي هناخدها كمان شويه. ماضي بسيط، اليمه الثانيه ماضي مستمر. نفس الكلام يا شباب، هنا ماضي هوينا اهي، ماضي بسيط اهو، اليمه الثانيه ماضي مستمر. ده القاعده بتاعت وين وويل واز وجاست ات. برضو يا شباب بنبي مجهول، ابدا بالمفعول احط ووز اوير، وهنا حته مهمه جدا يا شباب كلمه بينج، وده ليه يا مستر؟ عشان عندي هنا ووز اوير فيربز اي ان جي، فبحط كلمه بينج تصريف ثالث للفعل. نفس الكلام هنا جمع، حط وير بينج تصريف ثالث للايه؟ للفعل. طيب طبعا يا شباب كان الاستخدام بتاع الباست كونتينوس ان انا عندي زمنين او حاجتين بيحصلوا مع بعض، او حاجه واحده في وقت محدد في الماضي. يعني مثلا لما اقول لاست نايت بس يا شباب، ده ماضي بسيط فعل في دي او اي دي، لكن لما اقول الساعه 8 امبارح او السنه اللي فاتت او كذا، يبقى هنا كان في وقت محدد بعمل فيه الكلام ده امبارح او الليله اللي فاتت، يبقى انا هنا باخد ووز او وير فيربز ان جي، يبقى انا حددت زمن مع الماضي البسيط، يبقى كده ماضي مستمر. لو ما فيش الوقت ده يا شباب الساعه 8 هتبقى فعل في دي او اي دي او اي اي دي. ممكن يا شباب حدث يقطع حدث، الحدث المستمر بيظل زي ما هو، الحدث التاني اللي بيقطعه بيبقى باست سيمبل. بينما انا كنت بلعب على الكمبيوتر، ايه اللي حصل؟ التليفون رن، التليفون هيرن فتره ويسكت، لكن انا ما زلت قاعد بلعب على الكمبيوتر، هو ده الماضي المستمر. ودي كانت قاعده هوايل واز وجاست از او وين، يجي وراهم يا شباب باست كونتينوس واليمه التانيه باست سيمبل. ادي مثال هو I was having على طول من غير ما افكر، اليمه الثانيه ماضي بسيط. او لو حطينا الكلام ده يا شباب في الهوين لوحدها بالذات، ممكن احط ماضي بسيط وماضي مستمر. يبقى كلمه هوين يا شباب بتلعب معايا في اليمتين، يا ماضي مستمر وماضي بسيط. يعني في الامتحان لو لقيت ماضي مستمر خد اليمه الثانيه ماضي بسيط وانت مغمض، لكن لو لقيت بعد هوين هنا ماضي مستمر يبقى اليمه الثانيه باست كونتينوس. ممكن يا شباب الباست كونتينوس ده يجي هنا كده عادي، هي هون في الوسط، انت خليك حافظ ان هون بيجي وراها كذا، يبقى اليمة التانية جت هنا مش فارقة بالنسبة لي. مثال when I started to rain I was going to the club، لما الدنيا بدأت تمطر كنت انا في طريقي الى النادي، فهنا ماضي ايه؟ مستمر. هي يا شباب لو انا قلت كده I was going to the club when it started to rain، الاثنين واحد. ممكن الاثنين ماضي مستمر يا مستر؟ اه الكلام ده كله قلناه في الفيديوهات اللي فاتت، لما يكون الشخصين كل واحد فيهم بيعمل حاجه مختلفه عن الثاني. هو يل اي ووز واتشنج ذا فيلم، بينما كنت بفرج على الفيلم. ماي سيستر ووز رايتنج، كانت اختي قاعده بتكتب ايميلات. بيقول لك قاعده هوايل وهوين طبعا بنستخدم فيربز ان جي بعدهم مباشره اذ لم يكن هناك بعدهما فعل. يعني مثلا بص هنا يا شباب، المفروض هنا هوايل اي ووز جوينج، انا ما عنديش اي، يبقى اشيل معاها الووز واحط فيربز ان ايه؟ ان جي، واليمه الثانيه باست سيمبل. ما تقولش هوايل دوينج ماي هوم ورك ذا تليفون رينج. المفروض طبعا هنا يا شباب بكون هنا في القاعده هواي اللي هي فيربز اي ان جي، ده بيكون الشخص هنا المفروض بيبقى معرف، او في هنا عندي تعريف ان انا اللي بعمل الكلام ده عشان استخدم هواي الفيربز اي ان ايه ان جي. فهو في بص موضح لك هنا اهوت ان هو اللي بيعمل ايه نفس الشيء، فعشان كده ممكن احط فيربز اي ان ايه جي. طبعا كلمه از وكلمه جاست از بتستخدم كادوات ربط فقط، اي اننا لا نستطيع ان نستخدم بعدهما فيرب ان جي. طبعا هي معروفه مع قاعده هوايل دايما، يعني هي كلمه هوايل بيجي وراها فيرب ان ايه ان جي. فمديك هنا مثال اهوت، بيقول لك از او جاست از اي ووز ويتنج فور ذا باس اي ريسيفد، واكمل الكلام. يعني كده كده لازم يكون عندك الفاعل والفيرب اللي هو ووز او وير فيرب ان جي، لكن ما ينفعش تقول جاست از ويتنج على طول، ما تنفعش. بيقول لك برضو بنستخدم دائما جمله كامله وفيرب زاد ان جي بعد هوايل، وانا نستخدم بعدها اسم. يعني مفيش حاجه اسمها هوايل ذا فيلم، هي اسمها ديورنج ذا فيلم، واحنا قايلين الكلام ده قبل كده برضه في فيديو من الفيديوهات، لان ديورنج بيجي وراها ناون، لكن هوايل بيجي وراها ووز او وير فيرب زاد اي ان جي، او هوايل واتشنج على طول ما ينفعش اقول ذا فيلم، ده هيبقى مع قاعده ايه يا شباب؟ مع قاعده ديورنج، هي اللي بيجي وراها فيرب ناون سوري. طيب في حته برضه كمان جميله جدا كنا احنا قايلينها قبل كده برضه، يمكن استخدام ديورنج اهو زي ما قلت لك، ويجي وراها الناون اهوت ديورنج ذا فيلم، والماضي البسيط اليمه الثانيه، لكن هنا هوايل واتشنج ذا فيلم.
إذا كان الفعل في جملة هوايل هو was aware لا يوضع في حالة الاستمرار. طبعا يا شباب هوايل I was at work ما فيش حاجة اسمها هوايل being at work. كلمة was aware ما ينفعش ان انا احط لهم verbs or ing اشتغل بيها عادي خالص past simple عادي. دي برضو من ضمن الحاجات اللي بتيجي في الامتحان بتلخبط الناس كتير. يمكن استخدام حرف جر بعد قاعدة هوايل كما يلي: هوايل I was on holiday، هوايل on holiday على طول تمشي برضو وتعتبر جملة صحيحة، واليمة التانية زي ما انتم شايفين باست سيمبل. برضو يمكن استخدام اون بدلا من وين، ودي قلناها برضو في فيديو من الفيديوهات اسمها اون سيينج اللي هي وايل ذا جيرل سو، يبقى اون سيينج ذا سنيك ذا جيرل كرايد. يبقى كلمة اون هنا بيجي وراها فيرب زي ان ايه ان جي بدلا من وين. طبعا افعال الحواس يا شباب قلناها قبل كده وموجوده قدامك اهي برضو تحفظوها، ديت ما بيجيش معاها فيرب زائد اي ان جي لا في المضارع المستمر ولا في الماضي المستمر. ماشي يا شباب؟ طيب بكده نكون خلصنا المراجعه على القواعد بتاعت الوحده الاولى. يلا بينا بقى مع بعض نروح نحل على يونت 1 كلمات وقواعد وكل. We should make sure that tourism in Egypt is a space our economy will be affected badly. طبعا الايكونومي اللي هو الايه يا شباب؟ الاقتصاد طبعا بتاعنا. يبقى لازم نتاكد ان السياحه في مصر، طبعا ده بقى حفظ الكلمات يا شباب لازم نكون حافظ الكلمات sustainable اللي هي دائمه طبعا. We space for a week through the rainforest last year. It was fantastic. ده كان شيء رائع. طبعا هنا تريك اللي هي يترجل، ودي برضو موجودة عندك في الكلمات. احنا خدنا بعضنا كده وقعدنا نتمشى في الرين فورست فور a week لمدة اسبوع وكان شيء جميل جدا. There was a meeting of local space to discuss عشان يناقشوا ways of protecting plants لحماية النباتات and the animals from the dangers من مخاطر drought الجفاف. طبعا هنا يا شباب conservationists اللي هم المحافظين على البيئة، برضو من الكلمات اللي موجودة عندك لازم طبعا تراجع على الكلمات الأول، دي حاجة مهمة جدا الكلمات وحروف الجر واللانجوش نوتس اللي موجودة عندك. I used to live in a small fishing village on the space of the Red Sea. طبعا هنا على البحر يا شباب بيبقى له كوست، لكن البنك هنا اللي هي الضفة بتاعة النهر يبقى على الكوست. During our holiday in Sharm el Sheikh, we space diving many times in the Red Sea. أثناء في الأجازة بتاعتنا طبعا في شرم الشيخ يبقى احنا we went diving اللي هي اسمها go diving، يبقى خليها في زمن الباست went مع كلمة diving. For 5 years لمدة 5 سنوات I space as a translator before resigning قبل ما يستقيل to start my new career عشان أبدأ حياتي المهنية. يبقى قعد 5 سنين شغال في كترانسليتور كمترجم يعني، يبقى هنا الكلام في زمن الباست يبقى I worked. طبعا هو هيبدأ واحدة جديدة يبقى كان هنا في زمن الباست. My children spaced together all day yesterday. طبعا هنا يا شباب عندي all day yesterday ماضي مستمر، يبقى هنا في استمرار في الحدث، يبقى اخد was aware verb زائد ing. داليا space out a lot when she was younger عندما كانت صغيرة، يبقى هنا الكلام في زمن الباست يبقى usually went. My sister space a gold ring خاتم ذهب as she was digging وهي بتحفر في her garden، يبقى بجدت ماضي بسيط عشان هنا طبعا يا شباب كلمة as هيت وراها ماضي مستمر وماضي بسيط، ده اللي احنا سألينه دلوقتي في الشرح. He spaced to prison للسجن as a result of his crimes كنتيجة للجرائم بتاعته. الجملة هنا يا شباب حتة مهمة جدا مبنية للمجهول، يبقى هو أخذ he was taken to prison as a result of his crimes. Yesterday when I was driving my car to Cairo airport I spaced a terrible accident. دايما يا شباب معروف على طول ان الاكسنت معاه حاجتين، يا اما شفت يا اما حصل لي. طبعا هنبص هنا كده a car crashed into a lorry، يبقى في عربيه طبعا هنا يبقى هو شاف حادثه، يبقى اخد هنا كلمه
سو، يبقى اي سو انا رايت تيربل اكسيدنت، ا كار كراشد انتو الوري اند ذا كار ووز كومبليتلي، والعربيه حصل لها ايه يا شباب؟ اتدمرت، يبقى ديسترويد. اي ستوبد اون ذا سايد اوف ذا رود، وقفت على جانب الطريق، اند وينت تو سي، ورحت اشوف اللي حصل، يبقى وات هابند. تو بيبل ان ذا كار، اي سبيس شوكد، يبقى طبعا على طول انا صدمت، تبقى مبنيه للمجهول، يبقى اي ووز شوكد. وطبعا نكمل باقي الجمله. معاك ورقه وقلم يا شباب اللي عايز يكتب، او لو انت مركز معايا حاجات كلها هتلاقيها جميله وسهله يعني. Environmental pollution, which is one of the most serious problems facing humanity, is a term that refers to all the ways that human activity harms the natural environment. طبعا هنا التلوث الايه؟ البيئي، الذي يعتبر واحد من اخطر المشكلات التي تواجه البشريه. اللي عايز بقى يا شباب يدور على الكلمات دي طبعا يطلعها ويبدا يحفظها، اللي هي humanity is a term that refers to، يبقى هو مصطلح، كلمة term بيشير إلى كل الطرق التي تؤدي أو التي يؤدي بها اللي هو النشاط البشري البيئة الطبيعية، أو التي يؤذي بها، التي يؤذي بقى طبعا عشان هنا نجيب هرم هنا عشان تمشي معايا في الجملة، التي يؤذي بها النشاط البشري البيئة الطبيعية. تعتبر النظافة الشخصية الحل الأساسي للتصدي لأي أمراض معدية أو فيروسات قاتلة مثل فيروس إنفلونزا الطيور وفيروس كورونا. طبعا هو هنا بدأ يجيب لي بقى الحاجات اللي هي موجودة في الساحة بتاعتنا دلوقتي، فهنبدأ بالنظافة الشخصية يا شباب، اسمها personal cleanliness اللي هي النظافة الشخصية. وفي كلمة تانية اسمها hygiene على طول تمشي برضه. يبقى تعتبر يعني يا شباب is considered، كنا قايلين الكلام ده في فيديوهات بتاعة الترجمة، is considered the main اللي هي أساسي، the main solution هي الحل الأساسي للتصدي يا شباب. يعني طبعا مش هاخدها للتصدي كده زي ما هي، احنا قلنا قبل كده طبعا في فيديوهات الشرح، يبقى لكي نتصدى إلى، يبقى two phase، مش لازم اخدها زي ما هي كنوع، يبقى to face any infections اللي هي امراض معديه or deadly، deadly دي اي اي دي اللي هي dead واحط لها ال واي، viruses اللي هي الفيروسات، like طبعا مثل bird flu and corona virus. ماشي يا شباب، سهله وجميله ما فيهاش اي حاجه. في كمان كويز نمبر 2 نشوفه برده مع بعض. هي السبورت، هو حاسس بالملل، all his family members كل الاعضاء بتوع الاسره بتاعته are away on holidays and he is space. طبعا دي موجوده عندك برضو في الكلمات يا شباب، وهو قاعد في البيت، stuck here at home. at the circus، في السيرك، the clown space the children with his magic tricks. طبعا سهله جدا ومش محتاجه حاجه، fascinated اللي هو يعني خلى الاولاد الفرحانين يعني او ابهرهم، fascinated. It's a good decision، قرار حكيم جدا. We didn't go camping last weekend as the weather was، حيث الطقس كان طبعا اكيد وحش. الوحيدة تمشي معانا هنا awful. Don't worry، ما تقلقش. Your son is now 15 years old and is acting as a normal. طبعا هنا زي اي مراهق طبيعي يعني، ما تخافش. طبعا عشان 15 يا شباب. Sometimes I enjoy my English lessons but at other times، في اوقات اخرى I find them really، بجدهم ايه طبعا اكيد بالعكس بقى، يبقى boring، مملين. طبعا هنا يا شباب هوايل اللي احنا لسه قايلين عليها من قيمة شوية، by his mother the baby gave a loud cry، ده by او هوايل سوري being passed اللي هو هنا يعني كان بيتم او الام بتحميه يعني. طبعا هو while being passed by his mother the baby gave a loud cry، الولد كان بيعيط. my
father used to be a heavy smoker, هو مدخن شره. When he was young, but now he, والحتة دي مهمة جدا يا شباب، أنا شرحتها قبل كده برضو في فيديو قديم. القاعدة هنا يا شباب use to، أنا كده كأني بعيد تاني برضو، use to وراء الفعل في المصدر، وخلي بالك من الحتة دي أهم حاجة. لما تلاقي use to be اليمة التانية يا شباب تاخد present simple في المضارع، يعني am أو is أو are بس مام فيه. تاني يا شباب، لما الاقي هنا قاعدة use to وراها be وهنا but now he، احنا متفقين ان هنا present simple. البريزنت سيمبل هنا يا شباب يا ام يا از يا ار بس هنفيه ليه؟ عشان انا هنا كنت متعود ان اكون مدخن، لكن الان لم اكن، اهو لم اكن مدخن. لو هنا منفيه يا شباب تبقى هنا از، انا ما كنتش ولكن دلوقتي بكون. طب افرض يا مستر ان هو مديني هنا اي حاجه غير بي، يعني مثلا بلاي، جو، سبيك، هتبقى هنا هي doesn't، ولو جمع تبقى don't. حته جميله جدا برضو، وهتلاقينا قلتها لكم في الفيديوهات القديمه. سبيس اي ووز توكينج اون ذا فون ذا دور بيل رانج، طبعا دي سهله يا شباب، قاعده طويل وراها ووز او وير فيربز ان جي ماضي بسيط. اي سبيس فاست فود اور فيزي درينكس، طبعا هنا اي ام نوت يوزد تو. ليه بقى يا شباب؟ لان مفيش حاجه اسمها dont used to و didn't used to be جواب فعل في المصدر، وهنا عندي noun وهنا برضو ما ينفعش. بص هنا يا شباب am used to طبعا بيجي وراها اسم او verb the ing، ده طبعا اسم اللي هي fast food، جمله جميله جدا وحلوه جدا. she space exactly what to do in these situations، طبعا اكيد هنا الجمله مبنيه للمجهول. she is told هي بتخبر باللي المفروض تعمله في هذا الايه الموقف او في هذه المواقف. Now my car is very clean، دلوقتي العربية بتاعتي نظيفة. It is washed، طبعا أكيد هنا يا شباب يبقى مبنية للمجهول، يبقى هي نظفت أو اتغسلت، يبقى it was washed with a lot of water. But yesterday، ولكن امبارح، something strange not to this car، يبقى أكيد حاجة حصلت لهذه السيارة، تبقى happened. I forgot to shut the door of the car، نسيت اقفل باب العربية. So it is stolen، طبعا على طول تبقى هي سرقت، يبقى so it was stolen. هي هتجيلكم على القواعد يا شباب في الامتحان، وانا قلت المواصفات بتاعت الامتحان ربنا يسهل وما تتغيرش. I reported the theft، انا بلغت عن السرقة للبوليس. After the investigation، بعد التحقيقات، the police found the car in an في او على بعد مسافة طبعا 80 كيلو متر from my house. I took it to the garage، خدتها تاني للجراج. To space examined، عشان تفحص، طبعا to هنا يبقى وراها فعل في المصدر، يبقى to be والتصريف الثالث للفعل. برضو ركز معايا في الترجمة. We really owe much to our parents who do the best to pleasure to please us and to provide a happy secure life. Also we can't ignore the role of teachers in teaching us، برضو سهلة جدا. نحن بالفعل ندين بالكثير لأبنائنا، لآبائنا سوري، الذين يبذلون قصارى جهدهم لإسعادنا وإمدادنا وتوفير الحياة الآمنة والسعيدة لنا. أيضا لا يمكن أن ننكر الدور أو الدور المدرسين في تدريسنا أو في تعليمنا. يجب علينا أن نعمل بجد وأن نبحث عن طرق غير تقليدية لزيادة الإنتاج والدخل القومي لتوفير حياة أفضل لجميع أفراد المجتمع. برضو مثالية جميلة جدا، ما فيهاش أي حاجة. اللي عايز يكتب برضو يكتب ورايا. يبقى we should work hard and look for untraditional اللي هي غير تقليدي ways to increase عشان نزود production and national income. كلها كلمات جميلة جدا وسهلة جدا يا شباب. to provide عشان نوفر a better life for every member of society، لكل فرد في المجتمع. عامل لي هنا برضو تيست على number one، معلش هو الفيديو طويل شوية. Everyone should know that cutting down trees spares the environment، طبعا هنا كل واحد فينا يجب ان يعرف ان قطع الاشجار سبيس ذا انفايرومنت، يبقى اكيد طبعا بيبوظ، يبقى دامجز
the environment. When my brother got promoted, لما اخويا اترقى as a sales manager كمدير مبيعات, he was over the, طبعا ده اكسبشن موجود عندك يا شباب في حفظ الكلمات, over the moon يعني كان طاير من الفرحه يعني. My father is a space eater, he dislikes, هو ما بيحبش many types of food, طبعا he is a fuzzy eater. All I want is some space, so I will leave anything that can remind me of work, هسيب كل حاجة تفكرني بالعمل. يبقى طبعا هنا أكيد هو عايز هنا طبعا peace و quiet. هو عايز يريح دماغه من كل الشغل يعني. A space أو an is a large animal that looks like a monkey, شكل المونكي, with long arms and reddish hair, ده موجود عندك في التعريفات يا شباب اللي هو الأورانج تان. The sieve, اللص, stole everything in my house, space, mobiles and laptops, بما فيهم الموبايلات واللابتوبس. يبقى طبعا دي كلمة برضه موجودة عندك اللي هي including, موجودة في الكلمات عندك. A space is someone who does a job willingly without being paid, من غير ما يدفع. يا شباب ده حد او من غير ما حد يدفع له فلوس, طبعا موجود عندك في الكلمه برضه volunteer, المتطوع, for no money, ببلاش يعني او ما بيشتغلش بفلوس. I don't think that slavery, ان العبوديه, space in many countries of the world, انها موجوده في اي مكان في العالم, اللي هي exists يعني تتواجد, وعندك coexistence اللي هو التعايش. which of the following prefixes turns the noun danger into a verb, اللي هي كلمة يعرض للخطر يا شباب موجودة عندك في الكلمات in danger, ده تحولها ل verb. Please علي, لو سمحت يا علي, would you close the window, the wind is blowing the papers, space, the table, طبعا blow off اللي هي بتطير الورق من على الترابيزة. I never space in the sea when I was a child, but now I am a good swimmer. طبعا هنا يا شباب على طول قاعدة used to swim وقاعدة but now واليوم الثانية مضارع بسيط. I space up late as my work demands it, يعني العمل بتاعي بيتطلب ذلك. يبقى هنا طبعا يعني ما زال طبعا لسه بيعمل الكلام ده, فباخد am is are used to verbs that in a g, انا متعود على كذا حيث ان العمل بتاعي بيتطلب ذلك. لكن يوز تو يا شباب هو كان متعود ولم يعد يحدث الان الكلام ده. نقط رايتنج ا ليتر, ماي فاذر كود, طبعا هنا ماضي بسيط يا شباب وهنا ماضي مستمر, بس انا عندي هنا ما عنديش الفاعل فباخد قاعده هوايل على طول يجي وراها فيربز ان جي لسه شرحناها من شويه. وين اي ميت مها, لما قابلت مها, اي ايه هير تو ماي بيرسي بارتي, طبعا حتى بالعربي كده لما قابلتها دعتها, يبقى ماضي بسيط مش هينفع ماضي مستمر مش بقى لها معنى اصلا. Space hearing his father's voice, he turned off the computer, ساعة ما سمع صوت باباه قفل الكمبيوتر. مع الفيرب ذات انرجي يا شباب هويل اثناء مش هتمشي, يبقى المعنى مش ماشي معايا خالص, لكن عندما سمع اللي هي اون اللي احنا لسه قايلينها برضه في القاعده عندك فوق بتساوي كلمه وين ويجي وراها فيرب ذات انرجي. Yesterday evening my family space a very wonderful film together, يبقى طبعا امبارح بالليل, يبقى هنا ماضي مستمر, يبقى was a were verb زائد ing. 2 weeks ago I had a great time, انا كنت مستمتع بالوقت بتاعي. My father space me on a nice trip, يبقى اكيد بابايا خدني, يبقى took me. لكايرو ميوزيوم, ات سبيس ماي فيرست, اكيد طبعا كانت اول زياره ليا, يبقى ات ووز ماي فيرست تايم تو سي ذا وندرفول انشنت ستاتشوز اند مونيومنتس والاثار ذات سبيس اكزيبت, يبقى اكيد اللي كانت معروضه يبقى ذات ووز اكزيبتد زير. اي ام ناو a great admirer, يعني انا معجب جدا, of our great ancient civilization, بالحضاره بتاعتنا.
دي واحدة هنا يا شباب كده المفروض، لا دي المفروض تبقى مضارع، وعشان هما جمع كمان يبقى ار، اللي هي تعتبر موجودة ومعروضة حاليا هناك. I am now a great admirer of our great ancient civilization. زي ما احنا قلنا انا معجب جدا بالحضارة بتاعتنا. We all كلنا طبعا اكيد يجب ان احنا نحافظ على او نحمي، يبقى must او should الاتنين صح، مفيش مشكلة عندنا. People find it challenging to solve problems is a quick way ان انا احل المشكلات، طبعا ده بيسموه تحدي، يعني انهم يتحدوا ويحلوا المشكلات بطريقة سريعة. they want to get fast results، عايزين نتائج سريعة، or make money or make life easier، ان هم يكونوا فلوس او يخلوا الحياة اسهل. often they don't look into the future، هم مش بيتمعنوا في المستقبل طبعا. they don't think about the long term consequences، ما بيبصوش للنتائج المترتبة على المدى البعيد of their actions، للأفعال بتاعتهم. much damage to the environment happens in this way، بيحصل طبعا هنا تدمير للبيئة بهذه الطريقة. the story of DDT is a good example، it's a chemical، هو عبارة عن مواد كيماوية. which was developed to kill insects، بتقتل الحشرات. it was invented، اخترع سنة 1940، and very soon it was being used effectively، ويستخدم بطريقة مؤثرة جدا by farmers all over the world، في جميع أنحاء العالم. the results، النتائج at first في البداية were successful، كانت حلوة جدا وناجحة. the chemical killed the harmful insects which are the food which ate the food plants، كانت بتقتل الحشرات اللي بتاكل الزرع. more crops were produced and both farmers and industry made a lot of money، الفلاحين و الصناعة طبعا عملت فلوس كتير جدا. however مع ذلك the chemicals had effects، كان لها تأثيرات طبعا which scientists hadn't predicted، لم يتنبأ بها العلماء. DDT not only kill، ما كانش بيقتل بس ال harmful insects but it also killed useful insects، كان بيقتل الحشرات المفيدة برضو. a few insects were strong، يا دوب بس الحشرات القليلة اللي هي اللي كانت قوية. they survived، عاشت and multiplied، وتكاثرت. in a few years there were large numbers of these super insects which DDT couldn't kill، كان طبعا بعض الحشرات ديت اللي تكاثرت وقدرت انها تتغلب على DDT بدأت تكبر تاني وما قدرش ال DDT يقتلها. clearly DDT was making the problem worse، خلى المشكلة أسوأ طبعا. it was worthless، ما بقى بدون قيمة to be used anymore. another problem، في مشكلة ثانية. was that the chemical didn't disappear، المواد الكيميائية طبعا ما اختفتش. stayed in the ground، بقت موجودة على الأرض. and found its way into river، بقت موجودة في الأنهار lakes oceans. it was taken into the puddles of fish، بقت موجودة في الأسماك والحيوانات. so animals began to suffer، حتى الحيوانات بدأت تعاني من new different diseases، من أمراض مختلفة. humans، البني آدمين also began to have problems especially in areas where DDT was widely spread أو used. طبعا الناس بدأت تعاني من اللي هم البشريين انتشار الدي دي تي. many governments، الحكومات stopped the use of DDT 20 years ago، من 20 سنة أوقفوا استخدامه. but its effects are still with them، ولكن التأثير بتاعه ما زال موجود. أول سؤال، which of the following is probably true about DDT؟ it kills only harmful insects، لا طبعا it kills only useful. it kills both، كان بيقتل الاثنين. it kills both harmful insects and useful. ده سوبر، دي مالناش دعوة بيها، يبقى دي يا شباب رقم دي، لأن هو ما قتلش السوبر طبعا اللي هي بدأت تعيش وتأثر على الناس أو على كل حاجة. what does the word challenging mean؟ طبعا كلمة challenging هنا معناها صعبة طبعا، لأنك أنت بتحاول أو بتعاني أو بتواجهها. what does the word consequences اللي هي النتائج طبعا المترتبة على ذلك refer to طبعا existing أو exciting things؟ أكيد لا طبعا. boring things مملة. useful things يبقى bad طبعا اللي هي النتائج السيئة المترتبة على ذلك. where does DDT end up eventually؟ طبعا in the ground، على الأرض. in humans and animals، into rivers lakes and oceans، into the crops that farmers grow. طبعا كان في الإنسان في الآخر خالص، إن هم دول اللي اتأثروا بيه والحيوان.
how do you think the scientist and sorry science العلم benefit and harm the environment. طبعا ده باينه جدا في قلب القطعه ازاي هو افاد واذى. افاد في الاول ان هو when زي عندما زي developed او invented اخترعوا الدي دي تي زي killed some insects which harm the plants but زي harm ازاي بقى هم اذوا. The DDT killed both useful and unuseful insects and there is a super insects كان في سوبر انسكتس اللي هي الحشرات بقى القوية اللي طلعت بعد كده and it started to harm everything بدأت تؤذي كل شيء. فكان في فايدة وفي ضرر في نفس الوقت بس الفايدة كانت تعتبر مؤقتة. In your opinion how are some insects useful while others not. طبعا هنا المفروض طبعا الانسكتس اللي هي مفيده لايك مثلا البيز لان هي طبعا بتنقل الحبوب اللقاح فروم تري تو انذر تري. لكن اللي هي الوحشه طبعا الايتس بتاكل مثلا او ايت بعض الليفز بعض الاوراق بتاعت الايه الشجر فهنا طبعا هتبقى هي ضاره. which is much better انه الافضل life now or 50 years ago. اكيد طبعا 50 years ago why because there is no pollution like now. مفيش تلوث زي اللي موجود دلوقتي. خلي بالكوا يا شباب زي ما احنا قلنا ان الاسئله كلها هتبقى critical thinking يعني ممكن الزياده كده اللي موجود في قلب القطعه ولو قلنا كله how do you think in your opinion لا كله هو يعتبر what do you think او do you think. فهنا هتلاقي الاسئله كلها موجوده على الكريتيكال ثينكينج ودي حاجه حلوه لانك انت زي ما قلت لك اي اجابه ريزونبل انسر يعتبر اجابه صحيحه. نشوف برضو مع بعض هنا الترجمه. يجب على الانسان ان يتحلى بكل المقومات التي تمكنه من مواجهه صعوبات الحياه والتاقلم مع التغيرات التي تحدث على مدار عمره الزمني. هنبدأ كده مع بعض برضو اللي معاه ورقة وقلم. man اللي هو الإنسان should have all features يتحلى بكل المقومات that enables him التي تخليه قادر على to face أن يواجه. قلنا يا شباب مش لازم أخد كلمة زي ما هي كناون يبقى أن يواجه زي مواجهة life difficulties اللي هي صعوبات الحياة and adapt to ويتأقلم مع اللي هي يتبنى يعني هي يتأقلم سوري اللي هي adapt لكن في adopt يتبنى to the changes التغيرات that happened التي حدثت all over his life على مدى عمره الزمن. There is no doubt لا يوجد شك that we all should cooperate to face any danger that threatens التي تهدد our country and try to support the government in taking any measurements. برضو مما لا شك فيه دي اكسبريشن كده محفوظ يجب علينا جميعا ان نتعاون لكي نواجه او لمواجهه في اللغه العربيه بقى اعمل بيها زي ما انت عايز اي خطر يهدد بلدنا وان نحاول ان نساند الحكومه او نحاول مسانده الحكومه. عشان كده قلت لك في اللغه العربيه سهل جدا انك تلعب زي ما انت عايز في الاجراءات التي تتخذها in taking any measurements. بكده يا شباب يبقى خلصنا الوحده الاولى وعملنا عليها تو كويز وعملنا عليها تيست وراجعنا على القواعد بتاعتها. اتمنى يا شباب يكون المحتوى عجبكم وما ننساش طبعا لايك للفيديو علشان نحاول ننشر الفيديو لاكبر قدر ممكن من زمايلنا وان شاء الله هنزل لكم تباعا كل وحده والمراجعه بتاعتها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.